اهلا خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم باغا تتبعوا معايا هاد لا فيديو. المهم اخوتي، قبل ما نبدا لا فيديو غادي نقول لي اول مره كيشوف القناه ديالي طبيعي الحال الا عجبته القناه غير يهبط لهنايا غير يلقى واحد الزر احمر يضغط عليه صابوني ولا سبسكرايب ولا اشتراك على حسب اللغه اللي في الجهاز ديالو، وغير يلقى حداها واحد الجرس يضغط عليه حتى هو باش تبقى توصلو اي نوتيفيكاسيون، يعني اي اشعار ديال القناه ديالي، يعني اي فيديو حطيته ولا اي لايف طلعت فيه ولا شي حاجه غيوصلك انت واحد الاشعار كوم كوا اننا طلعت لايف او لا راني درت فيديو. المهم وتفرج في الفيديو طبيعي الحال الا عجبك خلي لايك، ولا ما عجبكش خلي ديسلايك، ومني التالي خلي لي واحد التعليق زوين في حالك اللي تحفزني بيه سواء كان بوزيتيف ولا نيجاتيف فوق الراس او فوق العين. المهم ندوزو الموضوع اللي بغينا نهضروا خوتي. انتم عارفيني انا من الناس الاولين اللي هضروا على الموضوع ديال النائمه البدويه، وشاركت معكم يعني بزاف الحوايج انتقدناها، قلنا الخطا، الحوايج المزيانين، الحوايج الخايبين، المهم هضرت معكم في الموضوع ديالها كامل. ولكن ما فيها باس ان الا كانت شي حاجه زوينه انني نبشركم بها، لان كاين الناس كيحبوها، واخا المتتبعين ديالي كيحبوا ديك السيده وحتى حنا كنحبوها، لان الحمد لله ماشي اعداء احنا في هذا اليوتيوب، احنا غير خوت وعادي جدا. الا كان انسان كيعطيك الراي ديالو والاخر كيعطيك الراي ديالو عادي جدا، بالعكس خاصنا نكونوا كنتقبلوا الاراء ديال بعضياتنا، لان الا كنا ما كنتقبلوش الاراء ديال بعضياتنا راه حنا ماشي ناس عاديين. هذاك الشخص اللي مثلا تعطيه الراي ديالك و يهاجمك وداك لان دابا وصلوا لواحد النيفو ديال الضرب في الاعراض، وصلوا يعني بان يهضر لك في الدار ديالك بالنميمه، شادين ياكلوا في لحم قوتهم، رمضان وما احترموش، رمضان وما احترموش، هادشي راه حشومه وعيب وعار. المهم نقول لكم الموضوع الرئيسي في نهايه الفيديو نطرقوا لهذا الموضوع. هذا اللي بغيت نبشركم به اخوتي هو نائمه البدويه، يلا تحكمت اليوم باللي غادي تخرج من هنا 20 يوم الحمد لله على وليداتها، وهذا الحمد لله خبر صار وخبر مفرح للناس اللي كيتبعوا نائم قناه ديال النائمه البدويه، ففرحنا ليها، لان كيف ما كتعرفوا الحبس ولا السبيطار ولا حاجه خايبه ما كتبغيها لعدوك ما تبغيهاش ليه، والحمد لله حنا ماشي اعداء، ماشي زعما حنا اعداء، حنا كنا غير كنفقدوها، وبالعكس كنا كننصحوها على شي حوايج اللي طاحت فيهم دابا، لان هادوك اللي كيقولك حنا كنبغيو نائمه البدويه وكينوضوا كيبداو يعطيو الراي ديالهم فيها ويبقاو بحال كيكبروا ليها واحد، كيفتحوا لها واحد المجال، كيفتحوا لها واحد المجال اللي صافي حتى هي براسها كتقول الانسان راه اللي ما قاريش راه صعيب، راه ماشي بحال الانسان اللي واعي وقاري، الانسان هي ما قاريه ما واعيه ما حتى شي حاجه، يعني راه سي نورمال داك الشيء لان ملي كيطيح في الخطا راه كتحملو غير هي، بحال هذا الخطا دابا اللي وقعت فيه راه ما كنتيش معاه لا انتي ولا انت ولا اللي كتهضروا على نائمه بدويه، فهي اللي بوحدها مسكينه طاحت في الخطا، فما نبغوش لها المضره، حنا اش كنا كننصحوا لها؟ ما نبغوش لها المضره، ما نبغوش ليها الحاجه الخايبه، لان راه هي اللي هي اللي في الاخر في الاول وفي الاخير اللي كتجي فيها الدقه، هي اللي كتجي فيها، لان راه اللي خرج من فمه الحاجه هو اللي كيتحاسب عليها، راه ماشي انا ولا انت، راه اللي كتخرج من فمه الكلمه هو اللي كيتحاسب عليها. والله جاتكم بالخير، خليو عليكم ديك السيده الا نتوما كتشجعوها على بحال هاد المسائل راه غتوليو تشجعوا، ولكن دابا انا كنظن انها صافي غتضعر ما غتبقاش تعاود نفس الاخطاء، صافي يعني الانسان ملي كيدوز من واحد الخطا ما كيبقاش يعاودو مره اخرى، غادي تتعلم من الخطا ديالها، وانتوما خصكم تعلموا يعني انكم ما تبقاوش تشجعوا من هذا، راه هذاك اللي كيبقى يبين انه راه شوفوا نكونوا مصارح العباره ونكونوا واقعيين، انت ولا انت كتخدموا غير القنوات ديالكم فقط، فقط كتخدم على القناه ديالك، يعني كما قلت لك انت ولا انت راه كتخدم غير القناه ديالك، فما تكونش اناني انك تبغي تخدم غير على القناه ديالك وتضر واحد السيده اللي كتشجعوها على شي حوايج اللي خايبين، راه في حد ذاته هذا راه ماشي حب لذاك الشخص، هذا راه ضرر لذاك الشخص، انك كتضرو كتضرو، انت كتخدم على القناه ديالك بالاسم ديالو هو باش كتطلع الفيديو ديالك انت، ولكن هو راه كتضرو، لان بحال راه دوك الناس خاصك تعرف واحد الحاجه، بلا ملي كتكون عنده قناه كبيره ولا قناه واصله ولا قناه راه كيجيه واحد الغرور، ومني كيشوفك انك كيقول كلشي كيهضر غير بها، يعني ماده دسمه كلشي كيهضر غير بها، كلشي كيهضر بالنائمه البدويه نائمه البدويه نائمه البدويه، اذا حتى هي كيصيبها واحد الغرور وكتولي تقول انا راه ما كاينش اللي يقدر يدوي معايا وما كاينش اللي، راك شتم الغرور اللي كان اصابها والحوايج اللي كانت دارت والاخطاء الفادحه اللي كانت دارت، لا من ناحيه المهم بلا ما نرجعوا لذاك الريبيرتوار القديم ديالها، فالله يهديها، وحنا بغيناها تعلم دابا من هذا الخطا ديالها اللي دارت،
والحمد لله على سلامتها وتخرج عند وليداتها. راه ماشي ساهله اخوتي قسما بالله العلي العظيم. شي راه انت ولا انت اللي كتنعسي وكتحطي راسك على المخده وكترتاحي، هي راه حسن عوانها. اولا السيده مريضه وانتم عارفين صحتها مريضه وبزاف ديال الحوايج وهادشي اللي وقع ليها، ومراه كبيره في السن راه ماشي ساهل، وازماتيك وزيد وزيد راه ماشي ساهل داكشي. فعافاكم قيلوها اللي بغى كيف ما قالت لكم اخر فيديو قبل ما تتشد. فيكم ما تبقاوش تدافعوا عليا، عطوني الثقه، ما تبقاوش تهضروا عليا، لانك انت الا ما تهضرتيش عليها راه ما كتطلعش لي فيديوهات. باش نكونوا واقعيين، الا هضرتي عليها راه غيطلعوا لك لي في، ما هضرتيش عليها راه كيهبطوا لك لي في. هذه من نكونوا واقعيين. ولكن الانسان يكون بالرحمه ما فيها بس، كل واحد كيبغي يخدم على قناته والله يحسن العوان مني ومنك ومن الاخر، كل واحد باغي يخدم على قناته. ولكن ندخلو ندخل داك الرزق ندخلو حلال، ماشي ندخل نهضر بواحد الشخص وندير راسي انا راني كندافع عليه وما عرفت داكشي وهذا، وانا راه كنضرو كنشجعو على شي حوايج اللي كيضرو. وحاجه اخرى، راني كنحترموا الاراء ديال بعضياتنا، راه ما يمكنش اخويا ولا اختي انت داكشي اللي كتفكر فيه خصني انا نكون كنفكر فيه. لا وحنا باش حنا بهايم، حاشاكم اخوتي، كل واحد عنده الراي ديالو. بالعكس ربما انا نشوف واحد الحاجه من واحد الزاويه اللي ما تبانش لك انت، ونفيدوا بعضياتنا ونكونوا كنتقبلوا. علاش حنا فينا هذا الطبع ديال انني نبغي غير نسمع الحاجه زوينه منك، او لا تكون تفكر في حالي اللي ما كنتيش في حالي، صافي راك خايب وتهاجم وتعاير وتساب، وكتوصلوا للاعراض وكتوصلوا لوليداتكم اللي عنده الوليدات، وكتوصلوا للازواج ديالكم بالنسبه للمتزوجين، وكتوصلوا للعرض ديالكم، وكتوصلوا للمعيورين بشي حوايج اللي في شكل وبزاف. فراه هذا هو اللي كيكون خايب، وهذا هو اللي كيكون يعني حشومه وبزاف ديال الحوايج. فالمهم على كل حال من نعيمه ان شاء الله غادي تخرج، والحمد لله على سلامتها ودعوات الناس اللي كيبغيوها الصراحه وصلوا، والدعوه ديال الام ديالها حتى هي مسكينه اللي بقات راه كبده، راه سي نورمال، راه واخا تقولوا لي لا راه هي راه امها وداك الشيء ماشي، راه شوفوا راه ما كيحس بالمزود غير اللي مخبوط به كما كيقولوا. هذيك راه كتبقى الام ديالها، راه كبده كبده ديالها هذيك، يعني ضروري غتحس بانها أصبقى فيها بنتها وزيد وزيد. والحمد لله، وانا من هذا المنبر كنقول لها على سلامتها وتعلم من الخطا ديالها مره اخرى وعافاكم. ما نبغيوش حنا اليوتيوبرز ديالنا المغاربه سيرتو المغاربه ان نشوفهم شي حاجه اللي خايبه ولا مضرورين، ولا رحنا طرف واحد كاملين، يعني نبغيو نشوفوكم غير القدام. بالعكس نفرحوا اننا نشوفوا قنوات مغربيه يعني واصله وطالعه، ولكن في الخير ماشي في الحوايج الخايبين. وميساج واحد اخر غادي نوجهه لبعض الناس اللي باقين شادين داك الموضوع اللي يعني ما كاينين شي وحده اللي دايرين محتوى خاص غير على منائمه، يعني ما كيدوروش على حتى شي حاجه من غيرها هي، وهما براسهم كيلاحظوا انهم الا ما هضروش عليها هي ما كيطلع لازم ما كيطلعوش ليهم. عافاكم قيلوا ليكم ديك السيده شي شويه برك ما تبقاو تديروا، راه دابا حيت باقين شي دابا باقين عاد يخرجوا قنوات اللي غادي يهضروا، اللي اصلا هذا هو المحتوى ديالهم خصهم علاش يهضروا، باقين غادي يخرجوا غيتاني غيعطيو داك الاراء ديالهم وعلى الله شنو تاني بدا يقولوا. خليوا عليكم السيده الثقه، بركه اللي فيها يكفيها، داكشي اللي داز عليها ماشي ساهل، راه ماشي انت اللي داز عليك ولا انت. خليوا عليكم الناس بركه من حيث الكابال بعضياتكم. انا وليت كنشوف كنلاحظ كنشوف شي وحدين اللي كنت كنشوفهم، مره تشوف فيهم اعداء، مره كتشوف فيهم احباب، مره كتشوف فيهم بركه من حيث الكابا بهذا المعنى، هذا بركه من حيث الكابا بعضياتكم. اللي عنده شي قناه يخدم عليها، راه ماشي قناه هي اللي كتعيش بنادم، راه ممكن تنعس تفيق كما كنقول لكم تلقى اليوتيوب مشى. اذا فين كتبقى كرامتك؟ راه كرامتك هي كل شيء، كرامتك فوق اي حاجه، كرامتك فوق اي حاجه. يعني هذا هو اللي غادي نقول لكم انا، وشكرا لكم بزاف الناس اللي سقطوا فيا وكيقولوا لي سليمه علاش غبرتي علينا في رمضان. انا غنعاود نقول لكم هذه النقطه هذه حتى هي ما قديتش يعني نكابتي انا ما بين التصوير والصيام ورمضان، ورغم ان العام الاول ديالي في القناه ديالي ما عمري ما صورت يعني شي حاجه في رمضان، ولكن حطيت لكم يعني بعض الفيديوهات. هذا حيت ماشي ضروري نحط لكم يعني بشكل يومي، ولكن دابا ان شاء الله داز عاوتاني رمضان وهذا والسراح هنا وبزاف ديال الحوايج، مرة فيديوهات ان شاء الله علاش لا بشكل يومي نحط لكم فيديوهات. غير باقي ما لقيتش واحد المحتوى، لان كيف ما قلت لكم الانتقاد ما بقيتش بغيت نديره، فقط الا كان شي موضوع بحال هكا شي حاجه اللي بعدا على الاقل شي موضوع كتحسي به موضوع بحال الموضوع ديال صحاب روتين اليومي اللي خرجوا لنا واحد سالاو صحاب الكولونات، خرجوا لنا صحاب البيجامات و
عطيني واحد مو مادي غنهضر عليها في فيديو واحد اخر اللي غيكون من مورا هاد لا فيديو. هادوك حتى هما خلاص اخوتي، هادوك علام علام ديالهم بوحديتهم اللي هضرات عليهم واحد الاخت ليا خاوله عجبني الموضوع ديالها، راني كنت ديجا بارطاجيتو بغيتكم توا تشوفوا دوك لا فيديو. ديك البنت اللي هضرات بواحد كتحسي بنادم كيهضر يعني من القلب ديالو، ديجا بغيتكم اللي اول مره غادي يشوف القناه ديال خاوله ووردز انا نخلي لكم صندوق الوصف حتى هي يمشي يشترك عندها، حتى هي عندها ما تقول قناه زوينه، ونشجعوا بحال هادو، نشجعوا بحال هاد الناس اللي باغين يخدموا على قناتهم كتحس بهم كيجتهدوا. اما الناس اللي ما لقات ما دير كتعرض الجسد ديالها، ولا شوفوا الانسان فين وصلت به الوقاحه من اجل الادسنس والله لا الحشومه، يا اما نشدوا في المواضيع ولا نهضروا في الناس ولا ناكلوا اللحم ديال خوتنا ولا نوضوا نعرضوا الاجساد ديالنا باش هادشي كامل باش نطلع عليه فيو انايا. راه الا ما جبتيهاش بدراعك فريمون بصح انا نقول لك راه كلشي كتفوت، راه ملي دوز واحد الموضوع شنو غديري نتيا؟ راه خصك تخدمي على القناه ديالك بالجهد ديالك نتيا وبالكرامه ديالك نتيا وبالمواضيع اللي تفرج فيهم بنادم ويخلي لك دعوه زوينه، ماشي بنادم يتفرج فيك ويدعي فيك. خاصكم تعرفوا هاد القضيه، راه داك الشوه اللي كيديروا دوك الناس اللي كيديروا هاد الفضائح راه كيتفرجوا، دوك النسبه اللي في اللي كتكون عندك راه غير دوك اللي دخلوا تشفاو فيك وضحكوا عليك وقالوا شو عيشوها، راه ماشي عجبتيهم ما يغرقوكمش دوك لي فيو. فالله يجازيكم بالخير. المهم هذا الموضوع غادي نهضر عليه بوحديتو كيما قلت لكم من مورا هاد لا فيديو، غنبقى في نفس البوزيسيون وندير لكم الفيديو دابا نيت باش ما نعقش. تهلاو ليا فراسكم، كنبغيكم بزاف. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يشترك واللايكات ديالكم اخوتي ما تنساوهمش ليا حتى هما، كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم بزاف. بيس عليكم.